متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع. توقع تتأثر أجزاء من شمال المملكة والحدود الشمالية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتسبب بهطول أمطار رعدية في كل من عرعر وسكاكا وتبوك، وأيضا تمتد لاحقا إلى منطقة رفحاء، بل وتصل صباح يوم الاثنين إلى منطقة حفر الباطن. هناك انخفاض مرتقب على درجات الحرارة في هذه المناطق. الأجواء مستقرة في باقي مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. تصل العظمى في كل من جدة والرياض إلى 31 درجة مئوية، تكون في الدمام 30 درجة مئوية. أجواء مستقرة في جبال جنوب غرب المملكة، تصل العظمى إلى 20 درجة مئوية، في حين تكون حول 22 درجة مئوية في عموم المناطق الشمالية من المملكة. تستقر الأجواء بشكل عام بعد ظهر يوم الاثنين، والأجواء تكون مشمسة في كافة المناطق. تبقى فرص الأمطار الرعدية واردة في ساعات الصباح في المناطق المحيطة بحفر الباطن. درجات الحرارة تبقى على ما هي عليه. هناك المزيد من انخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، لكن الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة مستقرة في باقي مناطق المملكة. يوم الثلاثاء لا تغييرها مع الحالة الجوية، سوى تراجع غير كبير في درجات الحرارة في بعض المناطق، لكن الطقس مستقر في كافة مناطق المملكة. كما نلاحظ يوم الأربعاء المزيد من التراجع على درجات الحرارة، تصل مثلا في العاصمة الرياض إلى 26 درجة مئوية بعدما تكون في بداية الثلاثينيات بداية الأسبوع، 32 درجة مئوية في جدة، 25 درجة مئوية في تبوك، 22 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 27 درجة مئوية في الدمام، و 21 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. يومي الخميس والجمعة لا تغييرات هامة مع الحالة الجوية، بل تعاود درجات الحرارة الارتفاع ويستمر الانقطاع المطري والأجواء المستقرة في كافة المناطق. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. نسأل الله الغيث العاجل لأن يعم مناطق المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.